اليوم يتم طرح نقاش حول موضوع ديال التعليم العالي. التعليم العالي اللي كيعرف إكراهات بالجملة، لا سيما في ظل التحول الجديد اللي كيعرف القطاع. عشنا تجربة مع الحكومة السابقة وتجربة أخرى مع الحكومة الأسبق، واليوم مع تجربة جديدة اللي وزير حالي بغى يحاول ما أمكن يجرأ وينزل واحد المشروع جديد اللي هو هندسة بيداغوجية جديدة اللي كتعتمد مقاربة التركيز أولا على اللغات الأجنبية خاصة منها الإنجليزية والفرنسية بالدرجة الأولى، ثم المعلوميات في الجامعات المغربية. لكن الإكراه الكبير اللي غيطرح لنا هو أن الجامعة ديالنا الكلية ديالنا ما كتوفرش على القاعات الكافية يعني لتدبير هذا الامر هذا، لتلقين اللغه الفرنسيه الى جانب دروس اخرى للشعاب اللي كيدرسوها الطلبه والطالبات. ثم ايضا كنلقاو يعني كليه فيها 3000 طالب في شعبه واحده وعندها قاعه واحده للمعلوميات، كيف يمكن ندبر هذا الملف هذا؟ يعني يصعب كثيرا جدا، فالا فالوزاره غتفشل في المشروع ديالها وفي البدايه ديالو. كنتمنى ان الوزاره تفكر ماليا في ايجاد صياغ مثلى لانجاح المشروع بمضاعفه المجهودات يعني الكبيره جدا بتوفير هذه الوضعيه، ثم ايضا النظر في وضعيه اساتذه التعليم العالي اللي هما كيعيشوا ازمه، يعني مطالب الحقوق ديالهم اللي مازال ما تحققت. وبالتالي في ظل الوضعيه هذه التعليم العالي يعيش نوع من التخبط، نتمنى يدوز منه في اقرب الاجال، والا فالفرصه هذه ما تتاحش مره اخرى ونحن في قراب نصف الولايه ديال السنه هذه. شكرا. باش يوصلك جديد فيديوهات الانباء تي في، تابونوا معنا في لاشين يوتيوب وفعلوا الجرس.